مرحبا استاذ يحيى. مرحبا. شلون صحه؟ الحمد لله. شو الاحوال؟ الله يبارك فيك. احكي لي شوي عن نفسك يحيى وعن لحيتك هاي الحلوه وهاي التسريحه الحلوه. حلاق بعد انت؟ حلاق؟ يا سلام، تعال سوي لي شعري وخلي يخلص من واحد اسمه محمد التميمي. ابو حسن، ابو حسن الورد. تفضل استاذ يحيى. يحيى قاسم. نعم. موظف حكومي. اها. هوايتي الاكل. اي هوايتك الاكل؟ اي نعم. يعني انا طبعا على فكره انا احب الاكل، اموت على الاكل، بس انا اسمع هوايه تكون واحد هوايته الاكل ما سامع. شكو مطعم جديد لازم اروح له. الله اكبر. وشو ما عندك كريش موجود؟ ما عندك يا معود؟ انا اشتم الهواء واسمع خاطر الله. انت ما تقول لي شو تسوي يعني، تاكل منه وذبه منه شلون؟ رياضه مشي موجود. انا بسأل.